للمزيد من التفاصيل والحديث أكثر حول الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية لتفشي لفيروس كورونا أو كوفيد-19، ينضم إلينا الآن السيد ماك شرقاوي المتخصص في الشؤون الأمريكية من نيويورك. في البداية أهلا وسهلا بك أستاذ ماك، يعني حدثنا أكثر عن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة للتصدي للفيروس. أهلا بك، وأتمنى لك وللشعب المصري والعربي السلامة من هذا الفيروس اللعين. ما فيش شك إن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية هو تسارع لتسجيل الإصابات بشكل مضطرب. الإصابات يعني وفقا لآخر التقديرات من أقل من 10 دقائق 34 ألف إصابة، وعدد الوفيات 400 من المتوفين. ما فيش شك ان اكثر من 50% من الارقام دي حصلت في نيويورك. نيويورك وكاليفورنيا وولايه واشنطن هي اكثر الولايات التي تعرضت الى يعني انتشار العدوى وانتشار انتقال العدوى لهذا الفيروس اللعين. الحكومه الامريكيه والحكومه الفدراليه ورئيس دونالد ترامب بيطلع علينا كل يوم في المؤتمر الصحفي عما تقوم به الولايات المتحده الامريكيه. الكل يسابق الزمن عشان يكون في انتاج باسرع وقت ممكن لمستلزمات طبيه اهمها الفنتليتورز اللي هو اجهزه التنفس الصناعي، والمستلزمات الحمايه الطبيه للفرق الطبيه العامله، لان احنا عندنا دلوقتي نقص في هذه المعدات، وده بالتاكيد يسبب خطوره كبيره جدا. الناس عندها بدا يحسوا بالقلق وبالخطر، وبداوا ينفذوا يعني المبدا الزم بيتك، يعني احنا دشنا حمله الزم بيتك، ان لم تكن يعني الموضوع اللي هتخرج ده حياه او موت، اقعد في البيت، لان وجودك في البيت على الاقل هيمنع انتشار العدوى بنسبه ما تقلش عن 50%. فبدا فعلا الناس تتنبه. في بعض الاحوال يمكن ان يكون هناك تطور الى الدام الكافه بهذا الحجر الصحي او بهذا الحجر الاجتماعي. في مرحله من المراحل هنوصل لها اذا بدات الارقام تزيد عن هذه الارقام. ما فيش شك ان الرئيس دونالد ترامب بيستعين بالقوات المسلحه الامريكيه، نعم، خاصه سلاح المهندسين، لامكانيه تحويل بعض المباني الحكوميه والمدارس والفنادق الى مستشفيات تحسبا الى زياده الاعداد ويعني مره واحده. فاعتقد ان الامور جدا محتقنه، جميع ينتظر ماذا يعني يستجد في هذا الامر. الحياه تقريبا متوقفه في الولايات المتحده الامريكيه. يعني يا جماعه عشان تعرفوا قد ايه حجم المصيبه، ما تبقى دوله زي الولايات المتحده الامريكيه بتشل اقتصادها بنفسها، يعني من يقوم بشل الاقتصاد هي الحكومه الفدراليه. معنى كده ان احنا في امر جلل. ارجوكم ما تاخدوش الامر باستهتار، ارجوكم استمعوا الى التعليمات، اقعدوا في بيوتكم، ابقى في بيتك، الزم بيتك. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا كان هناك الوباء الزم بيتك. يعني الدعوات اللي بتخرج علينا في السوشيال ميديا، ارجوكم حكموا عقلكم، ما تسمعوش السوشيال ميديا، لازم تشوف الكلام ده منطقي او غير منطقي. يعني هذا الشيخ الهارب بتاع احكام وجدي غنين بيطلع فيديو يقول لك الكباريات مفتوحه والمساجد اغلقت، الحرم المكي اغلق، يعني حرم الرسول عليه الصلاه والسلام المنوره اغلق امام المصلين. هناك ضروره، هناك ضروره، والضروره بتقول ان انت ربنا قال لك لا تلقي نفسك في التهلكه. ارجوكم ما تسمعوش لاي حد في السوشيال ميديا، وحكموا عقلكم وروحوا دايما للمصادر المعتبره، وزاره الصحه، مجلس الوزراء، المصادر المعتبره. حجم الازمه هو عالمي وكبير جدا، يعني نحن نشاهد صور لميدان
تايم سكوير والذي كان يعج بالسياح وبالناس، ولايتها كل من كاليفورنيا ونيويورك 60، نحن نتحدث هنا عن 60 مليون مواطن بدأوا يلزموا منازلهم ويقومون بالعزل الصحي لهم ولأسرهم. طيب يعني أستاذ مايك، هنا دعني أسألك عن دور الإعلام الأمريكي في توعية المواطن ووضع يعني الصورة الحقيقية للمواطن الأمريكي. حدثنا أكثر عن الدور الذي يلعبه الآن الإعلام في هذا التوقيت بالذات. ما في شك ان الاعلام الامريكي بيلعب دور كبير جدا في تعريف المواطن الامريكي بحجم الكارثه. بالتاكيد هناك بعض المكايدات السياسيه ولماذا لم يتحرك الرئيس دونالد ترامب وهو كان يعرف بمعلومات مخابراتيه عن يعني انتشار الفيروس وكان يمكن ان تتخذ اجراءات. يا جماعه مش وقته، يعني دعونا نتكاتف ونخرج من هذه الازمه. الكل لابد ان ينسى كل المكايدات السياسيه اجتماعيه عرقيه. النهارده احنا في كارثه، ولكن بالتاكيد يعني الاعلام الامريكي برضه بيتطرق الى هذه الامور. انا شايف ان الحزبين النهارده الديمقراطي والجمهوري بداوا يتعاونوا تعاون وثيق. هناك اجراءات يعني بحمايه الشعب الامريكي اقتصاديا من ستيمولس باكج، يعني من قانون هيصدر ل يعني معاونه الشعب الامريكي ماليا. الخسائر التي يعني يتكلم فيها الان الاقتصاديون ارقام فلكيه، وستكون خسائر العالم من هذا الفيروس اللعين. نعم. الموضوع ليس هين، لا تستهونوا الامر، الموضوع جدا خطير. بالتاكيد سيد مايك، ارجوكم الزموا بيوتكم. سيد مايك شرقاوي المتخصص في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من نيويورك.